يعني اليوم احنا ان شاء الله بتساويش. السلام عليكم. بدنا نعمل جلسه اليوم ثلاث ارباع نقاش، يعني ثلاث ارباعها محاوره. انا حتى كنت قاعد افكر انه يعني ناخذ ورقتين وكل اثنين مننا يكتبوا شغلة. أنا أحب إنه نكتب عن مبادئ وقيم مهمة بحياتنا أو بشكل عام. شو رأيكم؟ يعني بحب مثلا تشوفوها مناسبة ونحطها، يعني نكون لمدة خمس دقائق. يلا طيب خلاص. راح بعديها راح نبدأ نتناقش كمان عشر دقائق، وبعديها راح نشوف وين هاي بمسيرة النهاية، شو بتعني، شو أهميتها. إذا معكم هاي ورقات الواحدة ورقتين، يعني ممكن سامي والدكتور جعفر خلينا نحط فيها ايش يعني. ممكن تسميها بادئ، ممكن تسميها قيم، ممكن تفصلها على بعضها، ممكن تفصلها على بعضها، انتم حرين. انا ما مش راح اتدخل بمساحه هذه الحلقه. اشياء مهمه يعني احنا ما دام كل واحد منا لازم يكون قائد، معناها في اشياء مهمه انه يفكر فيها. اذا بده مثلا يقود بده يشوف شو الاشياء المهمه بالحياه. فانتم شو بتروا؟ في اشياء ممكن تكون سواء اسمها قيمه، اسمها فكره، اسمها مبدا، شو ما كان يكون. احنا راح نناقش الموضوع. انا ما بديش اتعلق، بديش اعلق. انا حكيت وانا بتجنب ان الموضوع هذا له علاقه. الجواب جزء من اللي بدنا نحكيه بعدين. هو هذا الموضوع، يعني انا خلينا نقول حكيت في جملتين ذكرتهم كانهم تذكير بشيء. شو تذكرت من حكي؟ شو خطر على بالك؟ شو عجبك ما عجبكيش؟ سوي ده. انا اعتبرني قلت في كلمتين ما نحكيهن، مبادئ وقيم. ما بعض لا بأس، ممكن يكون بعض. يعني ممكن يعني زي الطريقه هاي. يعني احنا احرار في الطريقه اللي بنسويها، احرار في الاولويات. خلينا نكتبهن معنا ثلاث اربع دقائق، نكتبهن خمس دقائق، وبعديها نرتبهن. اذا تحبوا ترتبوهن بطريقه ما او تقسمون او حرين، يعني كل واحد حر بالطريقه اللي بيسويها. احنا ما نتكلمش عن قائد اي يعني محدود، احنا نتكلم عن قائد لمجتمع، غير مجتمع، يساهم في بناء امه، يساهم في بناء مجتمع، يساهم في بناء يعني مش 15 واحد، مش الدار تبعه، لا، وانما قائد حقيقي كبير يعني. نعم. لا، المبادئ والقيم هي المبادئ والقيم هي الاخلاقيات. ما بعرف ما بعرف. انا ما بعرف. ما بعرف انا من القيم، من الاخلاق، من المبادئ، ان علاقه ببعضهم، مفصلات عن بعضهم، ما لناش علاقه. بدريش خلاص، يعني انا هذا فكره. خيرا. اذا بتحب يعني نقاط معينه، نقاط اسطر، كلمات، شرح معين فيها، او نقطه ممكن تشرحوا عنها لما نحكي بعدين فيها. اذا عطوفتك بتحب انك تقطعوا دقيقتين ثلاث الارسال التصوير بصير وترد ترجع بعد شوي اذا بدك يعني. طيب السلام عليكم. شو صار معنا؟ يعني في حد يحب يعلق، في حد يحكي لنا شو اللي يطلع معاكم مثلا على اليمين ان شاء الله؟ دكتور سامي. دكتور يعني كلام الراي وراي الاخر. شو هذا؟ بدأ يقيم. طيب لا بدأ يوصل أكوان. لا ما بقولش بس أنا بسأل شو اللي يعني بدأ، يعني شو اللي حكيته هذا تابع له لبادي والقيم. طيب اعتزاز الناس، وفاء العهد، الانتماء لدين الوطن، الشجاعة، المبادرة، كالي بادر، الصبر، المشاركة، الحوار، نعم، الإيثار، المثابرة،
المثابرة، الكرم، النقوة، تحكمت الآن المرونة، الأخذ والعطاء. الأخذ والعطاء، طيب. شو في تعليق على الموضوع هذا سامي؟ والله يا دكتور احنا حولنا اولها نيجي نقول مبادئ وبقيم، بعدين قلنا مش عارفين يعني ما عرفناش الفرق. فقلنا بنحط هنا وبعدين نشوف. يعني خلطنا المبادئ والقيم والاخلاقيات. والاخلاق، مبادئ وقيم واخلاق، شو رايكم عندكم؟ شو عندكم؟ احنا اخذنا من جانب اخر انه افترضنا انه القيمه هو كل شيء له قيمه بالمجتمع. فحطينا مجموعه نقاط، اول شيء انه لو انا صرت قائد راح اعمل انه يكون الاسلام منهج حياه كامل بالمجتمع. وبالتالي هالقيمة أنا مهمة بالنسبة لي. النقطة الثانية التركيز مشان إنشاء جيل مستند كل قيمه يستمدها من الشريعة، يكون مصدر تحكيمه لها الشريعة. كمان راح نكون في إنشاء فرق ومجموعات بكل المناطق، بغض النظر بكل مناطق المملكة، هدفها رفع احتياجات كل منطقة والعمل على إنجازها. يعني فريق بكل قرية، في فريق بكل منطقة نائية، بكل مدينة، بكل مؤسسة، بكل مخيم، بكل مكان، هدفه تلمس احتياجات هاي المنطقة ورفعها. أنا بالنسبة لي هاي قيمة مهمة عشان يعني أحيي المجتمع. زائد يكون أهم شيء كمان نقطة بالنسبة لي يعني شفناها مهمة، اللي هي الإعلام وتوجيهه. لأنه أنت قد ما تبني في عندك إعلام قاعد بيفسد. فبالتالي لو بتعمل جيل وبدك تعمل جيل يعني عنده شجاعة وعنده كرم وعنده كل هذه الأشياء ما لك سيطرة فيها إذا كان الإعلام قاعد بخرب من وراء. فأنا قيمة مهمة لي أن أسيطر على الإعلام وأبث هاي القيم اللي أنا بدي إياها. النقطة السادسة قيمة شفناها مهمة، يكون عندنا فريق عالي جدا متخصص مجالات التقنية عشان حماية البلد. لأنه الهجوم هسه صار مثلا بأي يعني أول أو أشياء بطل هجوم عسكري بقدر ما صار هجوم إلكتروني، والدليل مثلا مفاعلات إيران النووية صار هجوم عليها إلكتروني. فبالتالي كل التوجه العالم بهذا المجال، فقيمة مهمة عندنا يكون محمي من الجانب الإلكتروني لأنه التوجه العالمي راح يكون هنا. والنقطة السابعة عندنا إنه يكون عندنا يعني العمل على بناء جيل يكون عنده روح المسؤولية ويكون التركيز عليها من سن السن الصغير يعني مشان تكبر القيمة في مع يعني بكبره. والنقطة الثامنة إعادة كل متعلم. يعني أنتم كثير جميل مشان نشوف إنه الإنسان لو يكون كل ما تعدد العقول كل ما تعدد زوايا الرؤية، وبالتالي كل ما أثري العمل كل ما استطعنا إنه نشوف شيء مش بقدر أكون شايفه. أنا طبعاً جوز لازلت أنا عنده يعني عبد حكى عن كأنه لخص الأمر، بس أنا شايفك ما علقت في شيء تعليق قبل ما أقدم مكتب. يعني أنت متفق على حكي أنت ودك متفق على الموضوع هذا؟ إنه هو الإسلام مجمل يا سواء كانت عادات ولا تقائد المشهور بالفعل. كويس طيب، دعونا هذا الموضوع احنا راح نعود ان شاء الله مرارا، بس دعونا بالبدايه نسال يعني هل هنالك فرق بين المبادئ والقيم؟ تعتقدوا في فرق؟ اكيد. شو هو؟ القيمه هو كل شيء له قيمه. طيب. الشجاعه كل شيء له قيمه، ممكن يكون السعاده قيمه. المبدا هو شيء انا بدي امشي عليه. انا ما بدي مثلا بقول بدي امشي على السعاده، مع انها السعاده قيمه، بس انا مبدأي بالحياه صدق او مبدأي اني اوصل لنقطه معينه، اهي مبدا عندي زي ما المنهج عشان امشي عليه. سلوك. القيمه هي شيء، اي شيء له قيمه. ممكن يكون واحد انا قيمتي السعاده، قيمه المال، قيمه هدف، المال القيمه هدف واللي ايش؟ سلوك. المبدا سلوك. المبدا سلوك. طيب سامي شو رايك؟ خليكم معنا، يعني هذا الموضوع يعني بظن كثير مهم وما تقدروش انه اذا ما نعرفش كثير معناها لو تعرف كثير. قد يعني انا قد تفاجئ الاسبوع الماضي كنت احكي عن قيمه الاذاعه، جابت المذيعه خمس سبع تعريفات من سبع كتب، السبعه مش صحيحات بلا شك، مش صحيحات السبعه بخصوصا بين القيم والمبادئ. طبعا احنا ليش بنتكلم عن المبادئ الان والقيم بالقياده؟ راح نشوف انه دورها كثير مهم اذا بتتكلم عن قياده مثمره ناجحه من اجل رفع قيم المجتمع، رفع المجتمع. لذلك احنا اذا شفنا شيء مش بعده مش كثير واضح بذهننا، مش معناها انه اللي درسوا الجامعه ظني عندهم، لا. انا عندي اربع خمس كتب عن القيم عربيه،
يعني بالغرب كثير في كتب يعني بشكل كتاب متخصص او انه في داخله فصول الكتب الاربع على الخمس العربيه انا بحكي كتب درس الجامعات ما فيش ولا واحد فيها الا ما بيعرفش اذا في شيء اسمه مراد اجل القيامه اثنين بالنسبه له زي بعضها يعني وحتى ما يعني ما فيش تمييز يعني يعني ذلك الامر ما نحبش انه اذا ما كتبناه مع بعضنا لانه اذا ما حكى الدكتور ما هن والاخلاق حتى هن بعضها لا باس ما في مشكله ان شاء الله. دعوه معناها نرجع نقول شو هي المبادئ؟ انا اللي سمعته مثلا اخر شيء نبدا سلوك والقيمه هدف القيمه هدف في حد بحب يضيف على الموضوع ها؟ طبعا عبد الرحمن حكى انه القيمه كل شيء له قيمه في المجتمع هي؟ طيب خير. احنا زماننا عملنا جزء من دوره عن القيم بشكل هون القيمه هدف يعني مثلا خلينا نقول الناس السلبيه عندهم قيمه بالنسبه لهم غير سلبيه يعني مش شرط يكون القيمه شيء ايجابي. دعونا شويه انه مشان الوقت نقول التالي قيمه الشيء في داخله يعني انا بظن انه اكثر يعني الكلمتين هذول يلخصوا يعرفوا القيمه انا يعني بشكل كثير بسيط وكثير قريب وكثير مختصر وحتى من الجملتين هذول نستطيع بعدين نتفرع اشياء كثيره لان معناها قيمه الشيء وين؟ داخلك شعورك تفكيرك احساسك تجاهها معناها لها دور كبير برا؟ معناها القيمه وين؟ قيمه عندك خير؟ ممكن انها تكون لها قيمه برا لانه الناس الثانيين برضو هم داخلهم فيها فاشتركت ما بمنع لكن لاحظ انت اذا دخلت البعد الثاني القيمه في العاده ما دامها انه قديش قيمتها بداخلك معناها المجتمع تبعك له دور خاص فيها صح؟ لانه مين يوحد ويهوداني او ينصراني او يمجساني او يخلوه عنده اخلاق وما عندوش اخلاق وعنده سلوك مين؟ الاهل والمجتمع والان التلفزيون ولذلك القيمه زي الوعد اللي اضافه سامي انه القيمه معناها هي حقيقه قيمه الاشياء في داخلك انت بس هي نزلت معك من السماء خلقت معك اذا المجتمع له دور كبير فيها لكنها هي بالنتيجه انت كيف تشعر كيف تحس كيف تقيم الاشياء وكيف تضع لها في داخلك اهميه خير؟ القيمه هاي حكيت مع القيمه اتوقع ان هي مدام شيء شيء قيم يعني شيء خير ما بنظنش ان في شيء قيم سيء خير انا قيمه قيمه السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم خير قصدي انه مثلا انا بحب كذا مثلا احنا بغض النظر عن شو حكى سامي او شو حكى عبد او شو حكى جعفر احنا يعني عمليا في كلام مش موافقين عليه بس مش معناه انه سيء معناها كويس معناها في اجتهاد معناها في جهد عقلي بنحاول نبني عليه لان احنا بنحاول نبلوره لانه اذا احنا بلورنا اليوم الموضوع هذا كثير راح نشوف تصير حياه نشوفها ببقايا جديده كل حياه يعني اجمالا لذلك انا يعني للاسف اليوم ما احناش عددنا كلنا لكنه يعني لازم احنا نمشي خطوه يعني شو الفرق بين هون ونبدأ؟ شيخ المبدا خلينا نقول التالي احنا هاي حكينا قيمتها داخلك صح المبدا من البدايه شيء مش داخلك شيء موجود بذاته يعني معناها خارجي صح خير ثابت اذا نبدا معناها شيء متعارف شيء قيمته ثابته اهميته ثابته بغض النظر عن رايك فيه او شعورك تجاهه يعني مثلا لو افترضنا اعتبرنا الصدقه بدا هل إذا أنت صدقت أو كذبت بغير الموضوع بغير فيه بغير بأهميته بغير بدوره في المجتمع بغير بأنه هذا قانون كوني موجود بالكون بالحياة إذا تمشي فيه بأدى نتائج أو تمشيش بأدى نتائج ثانية ترجعها بغير الموضوع إنك تصدق أو تكذب بغير بصدق أنه يعني شيء مهم جدا وثابت وله ويقوم بذاته يعني تأثيرك عليه راح يأثر على راح يأثر على أهميته أكيد لا المبدأ الله أعلم لا يدور بدوار العلم المبدأ وجود كيف إلا في شروط بعدين سامي يعني دخلنا على خلينا نقول مبدأ إن صح التعبير مبدأ في أصول الفقه هي قاعدة في أصول الفقه لذلك ما دام دخلت فيه المبدأ أشبه ما يكون بقانون أشبه ما يكون بقاعدة
القاعده اللي حكاها سامية تقريبا تعني انه الحكم هذا حرام هذا حلال هذا مكروه هذا مكروه كثير هذا خلينا نقول على طريقه الاحناف كراهيه تحريميه هذا يعني خلينا نقول شوي مشكوك فيه او الى اخره هذا يعود على العله تبعه يعني فرضنا انه الكذب قديش سيء كثير صح؟ قديش الاسلام منهي عنه صح؟ الكذب هو مبدا معاكس عكس الصدق صح؟ هذيك حيخذها فيه لكنه اذا وجدت انه الكذب بينقذ حياه شخص يصبح ايش؟ يصبح مش بس جائز يصبح واجب يعني المبدا هذا يقول انه الاساس بالامر هو علته لذلك انا دائما وابدا بدي اقول بدي اشوف النتيجه اللي بتؤدي لها الصدق الصدق يكون دائما هو الاصل هو الصح هو اللي بينقذ هو اللي بيرفع هو اللي بيخليك انت ذاكره مع نفسك مع 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 ارتياح مع 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 الصفاء مع طمأنينه مع الله عز وجل لكن اذا رايت انه الكذب هذا الصدق واحد خلينا نقول بده يضخ واحد وسكر مثلا مع هذا بقول لك وين راح فلان هو خبى وراك الغرفه تقول له هذا وراي الغرفه ولا تكذب عمليا اذا صدقت بدك تقتله انو وين صار العلي الان بدل ما انك يعني تنقذ حياته الان قتلته والقتل مشكله اكبر من انه التكلفة هي 10 ثواني أو 5 ثواني ولذلك المبدأ هذا هو دوران حكمك على الأشياء من خلال علتها من خلال علة تبعها العلة خير معناها دائما صح لكن إذا الخلة صارت شر تؤدي لقتل شخص مثلا أو لاتخاذ جريمة أو لاتخاذ مفسدة أكبر منها معناها تضطر في الظروف الاستثنائية هاي أنك تغير العلو في هذا الصدق أنك تعكسه حتى تمر بالأزمة هاي بعدين اللي يؤدي لما مفسدة أكبر منها على أي حال لا خلينا نقول مبادئ أشياء زي الأقطاب الكهربائية زي أقطاب السماء يعني في قطب شمالي مثلا ذكر النجم الشمالية نجمة القطب الشمالي تتغير بتروح مرة مشرق ومرة مغرب ومرة شمال ومرة جنوب حسب مزاجك حسب رأيك حسب شعورك حسب إحساسك ما بتروح إذا أنت فرضا في لحظة من اللحظات انقلب مخك مش انقلبت في معناها مخك صح؟ يعني لو افترضنا انه انت طلعت بالليل من طلسم وصرت تشوف الشمال جنوب وجنوب شمال هل هذا خلل بالقطب الشمالي؟ خلل فيه؟ طبعا لا طيب والمبدا نفس الشيء اذا انت خلينا نقول احنا وجدنا بالعرف العام بالمنطق العام بكل احاسيسنا ودراستنا المجتمعات انه الصدق ضروره لبناء المجتمع السليم حتى ينمو المجتمع حتى يخوان المجتمع حتى تنمو انت شخصيتك تشخصيتك الداخليه حتى تنمو احساسك بذاتك احترامك لذاتك تقديرك لذاتك قدرتك على انك تتصرف بشكل اكثر حكمه واكثر قياده معناها قانون عام هذا انت وغيرك لكن لو افترضنا انت مره تكذب مره تصدق يعني على طريقه مره بينقلب مخك بصير قطب الشمالي مره جنوب مره جنوب شمالي صح؟ معناها المشكله انت بتصير صح مبدا بس المشكله ما بتاثر على المبدا بتاثر على الصدق؟ بتاثر عليك انت يعني انقلب مخك اثر عليك انت بدل ما توعش بدل ما تروح خلينا نقول من الوحدات تروح على خلينا نقول فرضا بدك تروح على بدل ما تروح على الماركه الشماليه من خلال على بلد هذا اصابك الموضوع ولا الموضوع ضرك ولا فادك؟ يعني انت كيف تعاملت كيف اخذت اهميه اثروا عليك انت مش عليك بالضبط اثروا على المجتمع اثروا على سلوكك اثروا بالتالي تاثيرك على المجتمع لذلك شو اهميه الحكي هذا؟ طيب قبل ما يكون اهميته راح نرجع اهميته ان شاء الله بالتالي احنا دعونا نقول خلاصه الامر انه المبادئ اشبه ما يكون بقوانين حتى رب الارض سنن كونيه سنه الله ولن تجد لسنه الله تحويلا من عند الجاذبيه والجاذبيه مبدا ثابت من على ما اثر في وجودنا وعدم وفكرنا وصدقنا ما صدقناش ما راح ياثر فيها خير الصدق مثلا اللي حكيته عنه قبل شويه هذول بذات مهمات كثير مثلا خلينا نقول في مبدا انه انت تحب الناس مثلا او تحب نفسك تحب لاخيك ما تحب نفسك هذا موجود ذاتك انت ما حبيتش اذا بتعيش المبدا هذا بتضل ناخذ حياتك خير كل واحد ينطبق عليه الصفات الفلانيه معناها انا بتعامل معاه بشكل راقي بحبه بس بحترمه بقدره بغض النظر عن تفاصيل اخرى معناها هذا راح يكون تاثير مجتمع صح؟
وبالنتيجة راح أساهم كل ما أخذت الموضوع كل ما رفعته عندي أهميته شو صار عندي؟ يصير إيش؟ هو مبدأ وما نبدأ بصير مبدأ موجود يصير إيش؟ ترتفع قيمته عندي صح؟ عشان شو قلنا القيمة؟ قديش قيمة الشيء قيمة الشيء عندك؟ قدر القيمة قدر بالضبط قدرها عندك. فلو افترض الصدق موجود بداخله خلينا نقول 100 درجة صدق معناها 100 درجة علو صح؟ انت عندك 10% معناها قيمته عندك 10 درجات 20 30 50 لو صار 95% صدق بحياتك معناها انت تقريبا اصبح مبدا متطابق تقريبا مع القيمه تبعك اللي عندك وعندها بصير انت صاحب لما يكون واحد صاحب مبدا القيمه تتغير المبدا ثابت القيمه تتغير هدفيا والمبدا ثابت لذلك الشخص اللي قيمه منسجم مع المبادئ شو بصير؟ الله ها؟ بصير راع بصير أشبه ما يكون بنبي صح؟ بصير مثالي. طيب مدام بصير مثالي الفكرة أنا بديش أرد يعني أوسعها شوي وصلت فكرة إن شاء الله؟ ما بدي توسيع. طيب الآن خلينا نبدأ نرجع للإنسان اللي هو صاحب مبادئ مش هيك؟ صاحب مبادئ؟ هو صحيح صاحب مبادئ متى بكون صاحب مبادئ الإنسان؟ إذا كان فعل الخارجي طابق إذا كان إيش لحظة شوية إنه هذا يعني إحنا الآن حكينا عن قضايا الآن نشوف بعد تطبيق الواقع نشوف نطبقها واقعية تفضل سامي إذا بتكون قيمه طابق وتتوافق مع المبادئ مع المبادئ المبادئ خلينا نقول إذا اعتبرنا المبادئ كلها خير فهي تنطبق مع المبادئ كل ما كانت مطابقة أكثر أكثر المبادئ كل ما أصبح الشخص ذو مبادئ إلا إذا اعتبرنا في مبادئ يعني خلينا نقول يعني سفلى صحة أن يودع لنا مثلا في مكارم أخلاق خلينا نقول في مبادئ مكارم مبادئ وفيه ها؟ في مبادئ مكارم لا في مكارم مبادئ وفي سوء مبادئ أو سوء أخلاق يعني كذا إذا اعتبرناه مبدأ مقابل للصدق معناها أصبح في شيء معك إن شاء الله وممكن إحنا في تجاوزا احنا بنقول عند واحد عنده اخلاق معناها بنفترض انه عنده مكارم اخلاق صح اذا قلنا عنده مبادئ معناها عنده مكارم مبادئ ولكن تجاوزا احنا ممكن نقول انه الانسان اللي عنده مبادئ معناها قيمه الداخليه ما يعني منسجمه مع مكارم مبادئ معناها مع المبادئ دكتور ممكن نحكي مثلا مبادئ اخلاق هي تنسجم مع الفطره الانسانيه هو هذا اللي بدنا نحكي مثلا بدنا نحكي والله الانسان بيقدر والله مبدا هذا انسان صعب مبدا مش مضبوط خير هي مع الفطره السليمه هي هو اللي بنحاول نسويه اليوم انه نوصله انه علاقته بالانسان علاقته بالفطره بالتالي نعم الجواب هل الجواب نعم قطعا نعم مش نعم قطعا ينفع كل ما الانسان اصبحت قيمه منسجمه مع المبادئ المكارم المبادئ كل ما اقترب من ايش؟ من الفطرة السليمة واقترب من إشي ثاني هسه راح نصله الإنسان يولد شو؟ يولد على الفطرة صحيح لكنه شو أهم صفة بتميز واحد عمره اليوم شو؟ شو أهم صفة؟ طهارة غير طهارة عفوية بعده طفل عمره اليوم شو بتميز شو قال بالقوة عفوية غير سيئات غير السيئات خالي من الشوارع تفكير غير خطي ما بدناش نضل مربوطين بنفس الموضوع خرجوا من اللي احنا عايشينه الان بيقدر يمشي؟ بيقدر يروح يحصل قوته؟ بيقدر يميز انه هذا ابدا وهذا مش ابدا مثلا ما بيقدرش معناها الطفل بكون معتمد تماما في حياته عالميا مثلا على الاخرين صح؟ بكون واعي بالنسبة لنا بكون شوي نحن مش بتذكر ولا إشي لما كان عمرنا يومين بتذكر لما كان عمرك يوم شو سويت أو شو ذكيت أو ذكيتش إذا معناها في صفات ميزه إنه هو الوعي تبعه ما بكونش يبدو ما بكونش عنده وعي من صح التعبير بكون منسجم مع الفكرة صحيح لكن بكونش عنده وعي ما بكونش عنده قدرة على معين حاله ما فيش عنده نجدين يميز إنه هذا صح ولا خطأ وهذا نبدأ وهذا قيمه إلى آخره مزبوط وبكون معتمد 100% بالتالي على الآخرين على أمه على أبوه على خواته على خاله إلى آخره طيب بعد فترة بيبدأ ينمو عنده التمييز وبدأ ينمو عنده جسديا وبدأ يصير اعتماده على الآخرين يقل شوي شوي صح
بصل لمرحلة لما يصير عمره 12 13 سنة بصير يتصرف وكأنه وكأنه مش بس بالغ راشد، كأنه على رأي كلمة زلمة انه يعني مش سامح حدا، انه انا يعني ما بده بيتدرب علي تحكي معه على رأي واحد مرة بتحط ايدك على كتفه بتقول له بدك تحكي معه بقول لك كيف بدك عن بشر عني هيك انا صرت زلمة بالغ عاقل والبنات نفس تركتهم خير؟ طيب بعد فترة بدي اكتشف شوي شوي انه ما مشيش بالحياة لان انت مضطر تتعامل مع جارك ومع صاحبك المدرسة ومع زميلك ومع اخوك ومع ابوك الاخر شو بصير؟ بصير نوع من التعاون بصير نوع من التعاون شيك؟ طيب اذا هل التعاون شكل اشكال نضج ولا لا؟ شيك شكل اشكال نضج؟ بالاول ما في بعدين بصير بعدين بالاخير بكتشف بالحياة من الحياة لابد منها تكون مربوطة ببعضها الناس مرتبطين ببعضهم طيب وين القائد يقع هون؟ هل هو متعاون؟ هل هو مية بالمية يعني مستقل وما علاقة بحدا؟ هل هو معتمد على الآخرين مية بالمية؟ هل هو إشي ثرابة؟ شو؟ تعاون؟ غير تعاون؟ شيء مميز شو شيء مميز؟ هل نقدر نعتبر القائد مرحلة متقدمة؟ ولا مرحلة يعني خلينا نقول شخص ناضج إن صح التعبير إنه إحنا اعتبرنا المرحلة الثالثة هي التعاون مع بعض المجتمع شعورك إنه أنت مضطر تتعامل مع المجتمع كله مع بعضه أو مع ناس قريبين منك أو جزء من المجتمع حتى حياتك تصير تمشي يعني أنت بتقدر الآن مثلا لو ما رحت تشتري من دكانة مثلا تقدر تعيش فرضا لحالك هيك وإذا ما رحتش عملت بشركة أو مثلا عملت تعاملت مع مثلا جيرانك مثلا أو مع أهلك أو ما تزوجتش تقدر حياتك راح تصير يعني بتكون في منتهى الصعوبة إذا مش مستحيلة صح؟ معناها كأنه احنا افترضنا انه معناها التعاون هذا يصبح نضج مرحلة اعلى اين يقع القائد موضوع هذا احنا ادعينا بالنضج واصل التعاون شو اصل التعاون اصل التعاون انه يشوف يفتش وين في مجال انه الوحدة تكتمل ويكملها هو المبادر الفكرة هو ايش المبادر هو المبادر شو ترى مثلا القائد انه تطلع التعاون هيك بيطلع ثلاث درجات تصير تطلع التعاون هدفه يوحد الناس هدفه يعمل تعاون اذا من خلينا نقول هدفه القائد بشكل عام يرى بالتعاون ضروره اكثر من غيره لكنه التعاون بالنسبه له ايضا لازم يكون له هدف معناها تعاون موجه معناها تعاون يفترض انه تعاون اعلى تعاون اكثر تخصص لانه احنا اتفقنا من بدايه القائد من يرى من برا وبشوف الامل وين بشوف الحل وين وبقول لنا من هون روحوا فاذا راح لحاله وصار قائد لما لازم يتعاون لازم يساهم في ايجاد علاقه تعاونيه مع الاخرين ويقنعهم انه من هالطريق الصح مش هيك القائد اصلا طيب هل في واحد منا بيفعل هيك هل في او السؤال العكس هل في واحد منا بيعملش هيك ما بنعرفش هذا السؤال بدنا ناخذه من الجديه شويه طيب الان من الصفات اللي الإنسان لا بنمو فيها أول ما بولد الإنسان مضيها شهور نوم وإذا صحي لو افترضنا نام 18 ساعة 5 ساعات بكى وساعة رضاعة تقريبا يعني مش حرفيا يعني. 4 ساعات بكى ساعة رضاعة مثلا ساعة نص رضاعة وساعة مساكن إنسان ما و 18 ساعة نوم إذن معناها فترة الوعي شو راح تكون ها بكاء يعني عمليا بكاء واكل مش هيك او اكل البكاء والاكل احنا بزماننا حكينا عن موضوع العقل موضوع المغز احنا واتفقنا في الدوره هاي انه في المنطقه الدماغيه السفليه اللي هي اساسا منطقه اللوزه وتحت السرير الهايبوثالامس والأمجدالة هذول مسؤولات اساسا عن ايش عن الانفعالات والشهوات والغرائز والانفعالات اتفقنا نسميهم باش غرائز انفعالات شهوات بمعنى اخر الاكل وين تحت خير والبكا والصراخ والصياح والاكله ومص الاصبع مثلا مش هيك غريزي مثلا زي هيك هذول وين معناها الطفل شو بكون بكون عمليا اللي بيشتغل عنده شو الجزء التحتاني اللي ما فيش فيه اللي خلينا نقول
اللي هو مشان يخلي حياته تستمر، مشان ينضج، مشان ينمو، مشان يبدأ يتعلم الكفاءات القرآنية حتى يصبح أكثر رشاد، أكثر عقل، أكثر قدرة على التمييز. وبالتالي إذا نما ونضج بعد فترة شو راح يصير الإنسان بحد بشكل عام؟ دقل انفعالات، دقل نومه، صح؟ شو بصير محلا؟ صحيان، يصير صحيان. شو صحيان يعني؟ بصير يتعلم، بصير يميز، بصير يدرك، بصير يستكشف شيئا. يعني من أهم الأشياء اللي الإنسان لازم يتعلمها دائما من الطفل، العبقري طفل اللي دائما يستنبط أشياء لا يزال عنده عقلية طفل. لذلك من صفات العبقري مبدع إنه لا يضلع كل عمره طفل. كيف طفل؟ طبعا مجموعة أشياء، بس راح نخلص صورة واحدة. بسأل كل عن شغلة، ليش؟ كيف؟ شو؟ منين جت؟ كيف جت؟ وجدت؟ لذلك أكثر سؤال بسأل الطفل ليش؟ إذا خلينا، إذا إحنا ما قمعناه وش معناه يتكلم، يعني ما يتكلم بشيء، ما بطل يسأل شيء، معناه إحنا هدمنا عنده هلق. لكن هو عمليا ليش بروح يدور؟ بيطلع فوق، بيندر تحت، بيدور تحت الطاولة الصوفية، بده يفك الساعة، بده يفك المشاعر، مزبوط؟ أنا طالع في الباص، في وراي عيلة جالسين، والطفلة واقفة بالكرادور، بالكرادور الباص، لأبوها شوفها كذا، أنا سامع الحديث، لكن أمسك كويس في الباص بلاش تقعد. تقول له طيب ليش بدي أقعد؟ قال ما هو خربان الباص. طيب تجاوب تقول له طب طالما خربان ليش طلعتنا فيه؟ طلعت فيه، قلت له جاوب يلا اشتغل جاوب. هاي لماذا ربطين؟ ليش؟ نعم. طيب على كل حال، احنا بالتالي اذا اخذنا المبدئين هذولا، انه الانسان كل ما نمو كل ما بدا يستخدم مش الاعتماديه، انه الطفل بيكون معتمد على كل شيء، ومش الاستقلاليه كامله، وانما في التعاون، كل معناها ما هذا ارتبط بقدره، ارتبط بعقلي اكثر. اللي عمره 12 سنة 15 سنة، إذا بتحكي معه كلمتين بنفر وبصرخ أو وعني أو إنه أنا زلمة، شو هذا أصلاً؟ بكون رشادي علوي ولا بكون انفعالي؟ شياك؟ طيب لو افترضنا الآن أخذ المجتمع اللي حنا عايشين فيه، قديش هو انفعالي أو غرائزي أو شهواني؟ بالأردن الآن من عند العقبة لعند إلى آخره. سلوك قديش؟ هل هذا يعني إنه إحنا ناضجين الآن ولا لا؟ لو الآن روحك سألت، خلينا نقول جبت لك 50 واحد، قلت لهم أصلاً تقدر تسأل هيك سؤال؟ هل تقدر تسأل هيك سؤال؟ لأنه أي واحد تحكي معه تصير يقول لك إيه، أنت إحنا مش فاهمين شو بصير، إحنا مش عارفين. وبالتالي إحنا لازم نعرف إنه الإدعاء، إذا كان الحياة مرتبطة بشكل كبير بالإنفعال أو بالغضب أو بالخوف أو بالجنس أو بالأكل والشرب، معناها الأساس الموضوع القدرة العقلية التمييزية محدودة، مسكر عليها، مطلمسة. وذلك احنا الآن عمليا عجبنا أو ما عجبناش، احنا نطلمس عروسنا العلوية، المنطقة العلوية تبع التفكير، تبع الإدراك، تبع التمييز، تبع الإبداع. ما دمنا احنا منعيش انفعاليا، وراح نعطي أمثلة الآن على السريع، يعني حسب حكي بعض اللي بالأردن، يعني منهم الدكتور كامل عجوني اللي هو تخصص صار إثارة الضوار بالموضوع، إنه معظم 90% مش أبناء الشعب الأردني الآن عنده سمنة. ليش عنده سمنة؟ طبعاً بعد أسباب، لكن واحد منها ادعاء الآن موجود وعديدين بيحكوا عنه، إنه الآن سبقوا الآن ما يساوي باللغة السعرات 3 سعر حراري أو كيلو كيلو كالوري، 3 طبعاً رقم كبير، معناها النوك زيادة سمنة. وطبعاً بذكر تشوف شنوع الأكل، كيف الأكل، معناها الأكل اللي إحنا قلنا وين مربوط؟ أقول تحت، صح؟ أقول زي السمنة، كل ما زاد الأكل كل معناها الجزء السفلي بيشتغل كثير، بالتالي بده أكل باستمرار، لأنه الجزء السفلي يعني كل ما عبيته كل ما بده كمان، كل ما تعودته على الأكل كل ما تعود أكثر. زائد إنه إحنا أيضا معناها الهم والنكد والأخر هي برفع الكورتيزون، الكورتيزون أيضا راح يزيد من السمنة، وهذا أيضا مربوط معناها بإيش؟ بالانفعال، إما بالخوف أو التوتر أو الإرهاق أو الأخر. طيب ضمن الوضع الحالي، إذا بدك تتصرف كقائد، أي واحد منا قديش راح تشوف، قديش راح تكتشف قدرتك القيادية؟ هل راح تشوفها فعلا بشكل سليم ولا
إذا افترضنا أن احنا لدينا علاقة بين التعامل اللي حكينا عنه والقائد، مع أنه احنا لا يزال بعد مش واضح أظن أنه طيب دعونا نعود بس قبل السؤال شوية بنمو الإنسان. احنا حكينا الإنسان بيكون بالأول معتمد تماما وعي، وما فيش اللي عنده وعي بيكون معتمد تماما في كل شيء من الأكل للشرب إلى آخره للإدماط للتغسيل للتنظيف على أمه وأبوه، بعدين بكف شوي شوية وعي بيكون عمليا كأنه صفر، بيكون كله انفعالي البكاء والأكل إلى آخره أو غرائزي أو شهواتي. بعديها بدأ يتغير شوي شوي بصل لمرحلة إنه بصير في عنده تضخيم للاستقلالية، إنه أنا ما حدا ما لي علاقة أحد ولا خطية، أنا بطل أنا زلمة. وبعديها بكتشف شوي شوي لما بنضج أكثر بصير علاقته بالمجتمع أكثر انسجام، وبصير يشعر بضرورة التعاون مع الآخرين. وادعيتوا أنتوا إنه القائد المفروض يرتفع تحت الحكي هذا، يرتفع فوق الحكي هذا أكثر، يشوف ضرورة التعاون، ويشوف ضرورة التعاون اللي سميناه شو؟ شو تعاون قائد شو؟ أي تعاون بدي إياه؟ تعاون له هدف، تعاون بدي وصل المجتمع أو الناس اللي حوله لمكان أرقى، لأكان أكثر سمو، لأكثر أشياء خير. الآن ضمن الحكي اللي دعينا إحنا إنه إحنا انفعالية، يعني بتمر بالشارع واحد إذا بتقول له السلام عليك وبيصغي عليك، بتلاقي إذا خلينا نقول غيرته بالليل بدب الصوت عليك ليش تعطيني بالطاولة، إذا يعني زمور طبعا ما فيش واحد بصبر على الثاني بخمس كل ثانية في المباريات بتقوم لقيامة، يعني عملي نحن كان اتفقنا إنه عنده نسبة عالية كثير من الانفعال اللي طاق عليه بكون طاق عليه الحساب إيش؟ يشتغل في الاستوبلي من الدماغ شو بكون بالإدراك؟ شو بكون الوعي؟ شو بكون القدرة العقلية؟ بتكون أقل. طيب ضمن ظروف زي هيك قديش تتوقعوا راح يكون في عندنا امكانيه انه ينشا قادر؟ قليل جدا بشيء ها؟ طيب لذلك كل واحد من الان بده يحط نفسه اذا بده يصير قائد بده يعرف يفترض غصب عنه الان انه انا ضمن المجتمع. احنا قبل شوي كنا نحكي عن القيم انها متاثره كثير بالمجتمع صح؟ وبالتالي اذا انا بدي اصير قائد معناها الاوان اني افكر انا قائد، بس قديش راح اصير قائد؟ قديش ارتفاعي؟ شخص واحد طويل الباع والنجاد ولا واحد كل طموحي ما بيساويش خلينا نقول الا قدام مترين قدامي؟ طبعا هي مشكله موجوده. اذا بدنا نتصرف كقائد مؤثرين لازم نخرج منها، لازم نخلص منها، لازم نتدرب نتعلم كيف نخرج من مساله الانفعال هذا، مساله الخوف الشديد، مساله الهم على الاكل 24 ساعه، مساله انه هاي هم الدنيا كيف بدي اشادر، واحد سياره مرسيدس لازم يكون عندي سياره مرسيدس، واحد لابس مش عارف يجوز البس زيه، واحد خنق الى اخره. او انه انا بدي احشد فلان زعلان هذول جماعه ما اعرف شو دينهم، هذول وحدات وانا فيصلي زيه حاقد عليهم مثلا، او زعلان عليهم انه بدي اقطع الوحدات او بدي اقطع الفيصلي مثلا يعني، وهكذا. هذا يعني انه معناها انا عمليا قاعد مخلص حالي ورافع حالي. مخلص حالي. إذا أنا كنت جزء من المجتمع وبدي أصير قائد معناها لازم ألاقي طريقة مش هرتفع الحكي هذا. وإلا ما نحن كنا بجاوبنا بشغلة ما نحكيها للأمر الثانية. القائد الفعال لا يمكن، مش بس القائد اللي بده يأثر المجتمع لازم يخرج منه. المقصود مش يخرج منه جسده، يخرج منه من عقله حتى يشوفه زي ما تفضل عبد الرحمن وقال بدك تشوف كقائد بدك تشوف شو صاير من برا. إذا أنت داخل أنت جزء من المجتمع المشكلة بدك تحلها. لذلك الآن اللي بنحكي بالسياسة شوية اللي جبناهم عشان يعملون حوار وطني، هم جزء من مشكلة الحوار، المشكلة اللي صار كيف بدهم يحلوه؟ اللي صنع المشكلة وساهم بصنعها ما راح يحلها، اللي بده يحلها لازم يخرج بريتها وشوفها. وبالتالي احنا حتى نكون مؤثرين في المجتمع لازم نخرج من أغران المجتمع، خصوصا اللي احنا سميناها اللي أخذ عقلنا اللي هي انفعالية، خوف، غضب، زعل الى اخره. نخرج منها حتى يكون منتجين، نتعامل بمسؤوليه، نشعر بانه في عندنا عين هم انه نبني مجتمعنا، نرفعه، نرقيه، نساهم في انه كل واحد في المجتمع يكون له دور بالحياه. صحيح؟ طيب. شغله بنحاول نقدم فيها احنا هاي فرصه اليوم ان شاء الله اللي هي كل واحد لازم يكون قائد، بس حتى يكون في قائد لازم يعرف وين هو.
ما دمت انت مقلص عقليا ما راح تكون قائد كبير، راح تكون ما دمت انت مأثر عليك انفعال هذا طويل وهذا قصير وكل هرب الحسد وبالنميمة وبالخنقول بالتصنيف الناس، هذا طويل وهذا قصير وهذا بيض وهذا سود وهذا من الحارج وهذا مش من حق وهذا من فريقي وهذا من فريقي ما إلى آخره، يعني سواء فريقين ولا أي فريق، معناها أنت عمليا مش بمكانة عقلية تسمح لك أنك تكون متميز عليا. طبعا الإعلام دور هائل أكيد، يعني أفلام حتى على مستوى أفلام اللي هو أفلام جنس أو فام رعب، كل افلام افلام جنس رعب كلها من اول اخرها، حتى لو تسمت جنس رعب هي افلام جنس رعب لانه جوع تعري او انه قتل، هذا وقت الطخ طخ بالفيلم بالمقتولة 500 واحد عمليا، هذا عبارة عن مسلسل لا نهائي من افلام الرعب والجنس بث مباشر للقتل بالضبط، حتى الاخبار هي عبارة عن فيلم رعب جد الوضعية اللي احنا عايشين فيها لازم يترفع عن فرق حتى يكون انسان ايوه خير. الان اللي هو احنا نعمل ختام بالموضوع، بس الان الانسان اللي وش وجد اصلا؟ ها؟ اللي عمارة الارض مش هيك؟ حتى يكون خليفة الارض. طيب لاحظوا انه حتى تكون خليفة الارض لازم تكون مؤمن صح؟ وحتى تكون مؤمن في شروط، شو اهم شرط؟ ها؟ هذا واحد. هذا شو أهم شروط؟ ثلاث أربع نقاط. بالأخير راح يصب في مكان واحد. هدفك الآخر عشان تكونش الدنيا تروح الدنيا تغوص فيها. كيف شو؟ هدفك يعني رجال ربانية. أنت معناها مرتبط بالله عز وجل صح؟ يترتب بالله عز وجل راح تكون أنت فعالي. راح تضل خايف. راح تضل متوتر. راح تشد الثاني. راح تظل مقسم الناس لأقسام أنت مصانعها. هذا من قسمين، قسم اللي يستخدم عقل والسكر اللي نسميه والشهر والأشياء راح بعيد عنك زي البهاية زي الحيوانات. القسم الثاني إذا استخدم القسم العلوي اللي هو التفكير العلم الدين كذا راح يتجه للملائكة، يصير يصنف ضمن الملائكة. هذا من طيب خير. الآن انتوا قلتوا انه يكون يخفف اهتمام الدنيا ويرتبط بالله، اللي بيرتبط بالله عمليا راح يشوف الدنيا كثير، راح يصيرها مهمه عنده، راح يشوف الافلام جنس والافلام رعب تعني شيء ما بتعني، لانه اصلا من بفكر الجزء العلوي كثير تصبح افلام هاي بالنسبه لك اقل من مستوى، اقل من شعور، اقل من اهتمامك له. طيب لاحظوا في شغله ثانيه، انك تترك في الله عز وجل وفقط في الله وصفات الله عز وجل اللي هي في أسمائه، راح نبدأ أيضا تعاملنا مع بعضنا راح يكون في قلق، في حسد، في هم، في مصايب، في إذا أسببك من جهة ثانية، في غضب كثير، وراح تخف يعني. تنعد المشيات، إذا نعدت راح وين راح أصل؟ لا لو حكينا جملة في بداية، حكينا جملة إنه قلنا شرط. يصير قيمك نفس بادك نفس البادئ. والشغله الثانيه تلخيصه هذا ببساطه اللي هو لا يؤمن احدكم، يصير امر طبيعي هذا لانه انت تحب وشو يعني شو خسر انت. ما بصير في شيء بقلقك انه والله بده هذا يسبقني من الجهه الثانيه، ما راح يسبق. بالعكس اذا انت تسبق، لانه اذا انت فكرت انك كيف تهديه وكيف تساهم معه وكيف تقدم له خدمه مثلا، شو بك تكون؟ قد تكون خدمه فكريه، قد تكون خدمه ماديه، قد تكون ابتسامتك له، ما تخسر شيء بالعكس انت راح تربح. مثلا فيها بالتالي المجتمع راح يصير شو فيه؟ التعاون راح يصير فيه. التعاون راح يصير هو القلب هو مبدأ. رقم واحد راح يكون تعاون المجتمع بعضه. لأنه إذا بتحب أخيك معناها كل واحد يحب الثانيين زي ما بيحب لحاله، معناها ما راح المجتمع راح يكون في منتهى الانسجام. والانسجام أي انسجام؟ انسجام الانفعالي والفوقاني. العلوي، العقلي والعلوي، صح؟ بالتالي إحنا كل ما خططنا التفكير الاستحسانية هو التفكير هو الابتعاد الغرائز والانفعال الشهوات واتفعنا للمعالي، توقعوا راح يتطور المجتمع ولا راح يتأخر؟ راح يكون في إبداع ولا عكس إبداع؟ مش هيك؟ بالتالي عمليتها راح نساهم بدون ما نعرف بتطور المجتمع اجتماعيا، بتطوره علميا، بتطوره اقتصاديا، لأنه عمليتي راح يكون دماغ الآن متوتر بالإبداع. شغلة ثانية احنا راح نتكلم عنها في يوم الأيام، بس إن شاء الله ملخص لها، إذا أنت عندك قدرات داخلية حقيقية راح تظهر الأول مش راح تظهر.
في ناس عندهم قدرات، في عنده داخليا لما بصل مع حاله بحس انه بقدر يسوي كذا، او عنده طموح عالي انه مثلا يعمل شيء مهم، او عنده ابداع، قدره ابداعيه. اذا ارتفع على هذا المستوى القدره الابداعيه راح تزيد ولا راح تنقص؟ راح تزيد صح؟ اذا في عندك انت خلينا نقول خط همك للدنيا هاي، وراح نتذكر احنا حكينا في الاسبوع الماضي ملخص سريع عن شغله بنرد الحين اخر نحكي فيها، في الانسان عنده حاجات حتى ينمو. بالاول يبدا عند الطفل، شو كان الطفل بيحتاج؟ اول شيء بده الطفل اكل صح؟ وثاني شيء بدك واحد يحميه، وثالث شيء بده امه تحبه ولدك اداه. عباره الاداه اساسات، يعني اول جزء احنا نراقب كلنا نعرفه طبيعيا، والجزء الثالث اجى اثبته واحد اسمه يعني عالم فوق العاده مميز. بس لو انه لو الاعلام اللي الان قاعد تمشي بكل شيء صح، لو كان هذا السلمه الرجل لو كان بفت يعني بالاعلام بده اياه كان سواه الان اهم عالم نفس، اللي يعتبر انه الحنان من الام ضروره حياه او موت حرفيا، ممكن تحيي او تموت فيه. طبعا هو صار رجع للكبرى بال65 والحركات النسائيه طبعا هجرته، انه هذا بده يستعمل المراه، لانه بقول الام لازم يكون مربوط الابن بينها، لانه جزء من حياه الطفل، ما بنموت الطفل طبيعيا الا اذا امه احتضنته وحبته وظل قريب منها. وهذا اصلا كانوا حكينا عن علماء الدين منهم، احنا حكينا عن واحد منهم اللي ماسته، انه ضروره نمو انه يحس انه محبوب. بالبو اللي هو ال65 اكتشف انه ضروره عليا وسماها اتاتشمنت، التعلق، الطفل يتعلق بامه تصبح جزء من حياته. واذا قمت وفصلت طبعا الضجه كبرت عليه كثير وهجموه واصبح يعني كانه منبوذ يعني بشكل او باخر، حتى راحت تلميذه له لحسن الحظ انها كانت امراه كمان على كينيا، زوجت هناك وبكينيا درست الظاهر، لقت حالها فاضيه معها وقت بتفكر بصفاء، راحت جابت اطفال وحطتهم بروضه وشوي شوي وبعدين صارت تصور فيهم لما تعزلوا عنهم. واثبتت بان اللي حكاه هذا العالم كان في غايه الاهميه، ان الحب والحنان للطفل ضروره حياه بعد الاكل والشرب والتنفس تصبح الحب هذا. طبعا اذا افترضت توفر هذول الاشياء الانسان بيبدا ايش يسوي؟ بيبدا يفكر بحاله الان عقليا، وبالتالي بيبدا احترام ذاته، واذا بصير احترام ذاته شو بصير عنده؟ بصير قدرته الان على الابداع، على تحقيق طموحه العالي. طيب اذا انت تجاوزت المرحله هاي كلها واصبحت مربوط بالله عز وجل، بعود كثير بعينيك الاكل والشرب بعود كثير بعينيك الجنس والافلام الرعب وافلام الجنس مثلا او التعري او تعرف، بتضل عينيك، بتضل عينيك الحسد والخوف والتوتر مع الناس وكيف راح بعينيك انت عامل مع المشروع السيفتي. كان الشخص الدكتور خلاف روح الله، فلما يحسون روح الله تطلع طاقات يعني ابداعات ما كو يعني وصلنا الى صفوة الصفوة مع رب العالمين يعني نفخ من روح الله صحيح. ها؟ الدنيا والاخره لاحظوا احنا بنحكي عنه الان، احنا بنحكي عن المفاهيم اللي حكيناها قاعدين، راح تكتشف انه انت عندك جسر، الجسر رفعك فوق مستوى الحجر، ما عاد همك الاكل والشرب، ما عاد همك كثير الجنس وانه تروح تصاحب واحد ولا خمسه ولا 15 ما تصاحبش، ما بيعنيك الامر، ما عاد همك انه المجتمع بحبك كثير وبحبكش كثير ما دام الله بحبك، صح؟ تلقائيا ما دام انه انت كثير مش سائل عن محبه المجتمع والاكل والشرب، تلقائيا بتصير تقدر بتصير على الاقل بتصير مهيئ انك تصير قارئ، لانك انت الان كثير المشاكل هذه حولك بتعنيك، انت صرت فوقيها. قضيتك الرضا، انك تقدر اللي ربنا كتب لك اياه سواء العقل قدره او اشياء ماديه، انت رضيت اللي ربنا كتب لك اياه، انت يعني تمام اتجاه القائد. وين بتصير معناها بتعمل جسر صح؟ اكيد اللي بتحكي طبعا هو تكمل يعني خلينا نقول شرح زاويه ثانيه، هو ممكن تعطي امثله كثيره على الموضوع، لكن احنا عمليا بنحاول اللي بنقول الان من جسد المرحله، المرحله عمليا معناها راح ترفعك عن الحاجات تاعي وتوصلك دفعه واحده الى انك الان حقق ذاتك خلص. اذا في عندك طموح، اذا في عندك فكره عليا، اذا في عندك مبدا بدك تتحقق، اذا في عندك خلينا نقول فكره بدك تحققها بالحياه ممكن الان تحققها، لانه ما عاد كثير بهمك الدنيا، ما عاد كثير بهمك المشاكل الانفعاليه هاي تبعت الخوف والجوع والشبع والحب والكراهيه والجنس والغضب والاخرين صح؟ انت الان فرغت ارتفعت مش بحاجه معناها لحاجات الانسانيه اللي حكى عنها دكتور فيليب او دكتور ماستو او حتى اللي حكى عنها فقط في سبع حكى عنها، راح ترتفع للاعلى بحيث الان انت تقدر تحقق بدك اياه، ما
انك انت ما الانتعاء العقل الانتعالي هذا كثير الان حطيته عند حجمه. ومنها مثلا لما سواء بالاكل والشرب بالاسلام انه الانسان ما بيحبش بحاجه الاكل والشرب اللي قيمه مش يكفي ابن ادم، فان كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه، لانه ايضا هذا جزء من انه تقليل اكبر حد ممكن من عمليه الانتعال التحتاني والعقلي والانتعالي، وبالتالي الجزء راح يظل الجزء الفوقاني المرتبط بالله عز وجل في العلو. حتى والتفكير في الله عز وجل راح يجبر الطاقه الجسديه راح ترتفع للدماغ الفوقاني وتخليه يتنشط باستمرار. طيب الان احنا راح نوقف هون عند احنا ما كملنا نقول بهذه الطريقه ها؟ راح نوقف عند هون، احنا المفروض كملنا اليوم لان احنا بدوز يعني الوقت احنا صار اكثر في عندك ساعه مكتوب على قديش وقت؟ ساعه لخمس دقائق ها؟ ساعه لخمس دقائق تسعه لخمس طيب معناها خلينا نكمل خمس دقائق ما دام ساعه تسعه خمس دقائق. خير من بعد احنا اتفقنا على اشياء ثابته صح؟ إذا أنت أخذت مبادئ الثابتة، خلينا نقول الصدق مثلاً، احترام الآخرين، محبة الآخرين مثلاً، ليش الصدق مهم؟ لأنه يؤدي نتيجة كويسة، صح؟ ليش احترام الآخرين؟ لأنه يؤدي نتيجة معينة. ليش إنك التزام بالمبادئ هاي رح تسوي فيك؟ إنك تصير قيمك مرتبطة بالمبادئ هاي عالي كثير، رح تصير فيك أنت؟ رح تحس باحترام الذات؟ يعني أنواع احترام على كثير، تكذب ولا تصدق؟ صح؟ مظبوط مش مظبوط؟ قديش راح تكون اكثر قوه اذا الناس عرفوك انك بتكذب ولا بتصدق؟ صح؟ اذا انت صار دماغك اصفى راح تكون انت اكثر للغباء ولا للذكاء؟ بمعنى اخر اكثر حكمه راح تصير ولا اكثر ملاكمه؟ صح؟ حياتك راح تكون في لها يعني اوضح بذهنك وين رايح شو بدك تسوي ولا لا؟ صح؟ اذا معنى الحياه راح تصير اسهل ولا اصعب؟ صح؟ رغم انه احنا بنقول انه اصحاب البادئ ايش؟ بتغلبوا وبتعبوا صح؟ طيب شو رايك؟ ها؟ اذا معناها اذا فكرنا بشكل بسيط وتدريجي موضوع اللي عنده مبادئ معناها هم مرتاحين اكثر ولا مغلبين اكثر؟ مرتاحين اكثر، مرتاحين اكثر. لكن اللي بصير ليش انه تبعين البادئ لا ممكن يكونوا اكثر مغلبين؟ لانه تبعين البادئ بظلوا بشكل عام عنده مبادئ لكنه بيفترض المبادئ انه لازم يضل يصارع بالاخرين عشان يسوي زي المصارعه. اذا اتفق مع الله عز وجل ما بعود لا يعني لا يضرك شيئا، يضرك ايش؟ من ضل الله اذا اهتديت شيئا، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم شيئا. بالتالي اذا انت تبدا تفكر انه انت حاول جاهد انه المجتمع يرتفع معك يرتقي وتقول له صح، لكن المجتمع ظل مصاد على حاله انفعاليا وغضبان الاخرين. اذا انت ارتفعت بشكل جدي المفروض ما ترجعش، رغم احنا نسوي شيء لدرجه صعب نسويه اللي مسويه مثلا واحد ممكن يكون انبياء متميزين ان شاء الله بالضبط. لذلك المشكله جايه من انه انت ممكن يكون عندك مبادئ لكن تفتر مبادئك تتصادم مع المجتمع مباشرة، لذلك بعد عندك انت متعلق كثير مشاكل انه بدك الناس يمشوا زي بدك، معناها صار رجع شعورك هذا بشكل او باخر انت ما ارتفعتش كفايه حتى انك تخلص من كل القلق والهم والمشاكل الدنيويه. طيب راح نوقف ان شاء الله هون مبدئيا، وراح نبدا ان شاء الله بالجلسه الجايه بصفات مباشره في القائد، بس راح نوقف البدايه حتى كل واحد منا بدأ يشوف شو علاقة القيم والمبادئ اللي الآن صارت ثنتين مش واحدة. إذا بده يصير قائد شو أهميته في بالحياة وكيف يشرح لنا كيف، ويشرح لنا أيضا شو الأسبوع هذا عمل من أجل هذا الموضوع. قائد بدون مبادئ وقائد المبادئ شو الفرق؟ في فرق فعلا؟ شو أهميته؟ وين؟ كيف؟ وإحنا نتكلم عن المبادئ نتكلم عن مكارم المبادئ، نتكلم عن الاخلاق نتكلم عن مكارم الاخلاق. تجاوز الناس يقولوا عنده اخلاق، ما انا عنده مكارم اخلاق صح؟ انها بعثت لاتمم مش الاخلاق صح؟ مكارم الاخلاق. ولذلك احنا نتكلم الان عن مكارم البدأ، تجاوزا نعتبر مكارم البدأ هي البدأ. خير ان شاء الله؟ طيب حياكم الله بارك الله فيكم وان شاء الله نراكم على خير.